انا ما عنديش وش عندي لا شي مشكل. غير صبع، دور دور ليكرون بصبعك باش يبان لك الجهة الأخرى، حرك ليكرون بحال جريتي اليمين ولا اليسار. ايوب هل كنت لايف اون فيسبوك؟ يوسف ديدي احنا البث المباشر. سي بون وي سي بون بدا. اخوان كتسمعني مزيان؟ دونك وي كنسمعوك مزيان. سي تري بيان. دونك تحية طيبة للحضور الكريم عبر النت، وارحب بجميع المتدخلين والمتدخلات والمشاهدين والمشاهدات في هذه الندوة الرقمية الهامة، والتي تأتي في إطار مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمشاركة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في المنتدى الاجتماعي العالمي برسم سنة 2021. والإيضاح ماهية هذا الموضوع، سأقدم كلمة إطارية في هذا الإطار، ذات الصلة في هذا الإطار في دقائق. دونك الأوراق التأطيرية ستكون كالتالي: ترتبط حقوق الإنسان ارتباطا مهما ومؤثرا بالبيئة، وتمتاز بعلاقة بينهما بأنها علاقة تبادلية، إذ لن يستطيع الإنسان الاستمتاع بحقوقه التي تقررها المؤسسات العالمية إذا لم تكن البيئة التي ينتمي إليها آمنة ونظيفة وصحية. وفي المقابل يستحيل إيجاد إدارة بيئية مستدامة في مكان لا يحترم حقوق الإنسان. وحاليا يشهد العالم اعترافا متزايدا بحق الإنسان في العيش في بيئة صحية وسليمة. فاليوم يضم دستور أكثر من 100 دولة حول العالم هذا الحق بنص واضح وصريح، وبما فيه الدستور المغربي ديال فتح مايو 2011. ومع ذلك لا زالت العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة علاقة شائكة، تشوبها الكثير من الأسئلة التي لم يجد لها المسؤولين حلا وتفسيرا، ولا زال التقصير منوطا بالأبحاث الواجب القيام بها لدراسة هذه الأسئلة بشكل أفضل وأعمق. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم وظهور منظمة الأمم المتحدة، بدأت في الظهور والانتشار بعض المفاهيم، ومن بينها مصطلح العلماء، وقد صاحبها للوجود مولود جديد وهو الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات عابرة القارات. فبدأت في الانتشار كالأخطبوط، وخاصة في الدول التي تحتوي على موارد بيئية، وهذا عن طريق ما يعرف بالاستثمار، لأنها تتوفر على عدة مقومات تقنية وعلمية تستعملها في مجال الإنتاج والاستغلال بهدف الربح دون أي مراعاة للبيئة وللأضرار والانعكاسات السلبية الناتجة على حياة الإنسان ومحيطه الطبيعي. ومن هذا المنطلق فإن هذه الإشكالية سوف تكون كالتالي: هل الشركات المتعددة الجنسيات مسؤولة عن الأضرار البيئية التي تحدثها أم لا؟ طالبت العديد من المنظمات بضرورة التعامل مع القضية البيئية باعتبارها حق من حقوق الإنسان لا تنفصل عن باقي الحقوق، ونادت بوضع معايير ملزمة لحماية جودة البيئة من أجل الحد من الآثار السلبية على صحة الإنسان وحياته الخاصة، مع تحميل المسؤولية للدول وحكوماتها فيما تتسبب فيه الشركات المتعددة الجنسيات من أضرار بيئية، ودورها في تحقيق العدالة وتطبيق القوانين البيئية والقرارات القضائية. إن للموضوع أهمية بالغة، سواء من حيث ما عرفته الساحة الدولية من انتشار هائل للشركات المتعددة الجنسيات التي لا تقيم وزنا للعواقب والأضرار التي تخلفها الحياة على حياة الإنسان ومستقبل الأجيال اللاحقة، ومن حيث التزايد المستمر في أعداد المدافعين والمدافعات عن الحقوق البيئية مثلها مثل باقي الحقوق والتي تستحق استنهاض كل القدرات من أجل العيش في بيئة سليمة. فمنذ 1972 تاريخ مؤتمر ستوكهولم إلى غاية يومنا هذا، تستمر العديد من المنظمات الدولية والمحلية في تصعيد نضالاتها وتنسيق جهودها لإثارة الانتباه إلى خطورة الموضوع والترافع باستمرار لاستصدار القوانين تعمل على ردع المنتهكين ووضع قواعد للإنصاف وتحديد المسؤوليات وضبط الجزاءات وجبر الأضرار. ونظرا لكون معظم المنشآت الصناعية بالمغرب تستعمل تقنيات قديمة ومواد أولية ملوثة، وتستخدم مرافق مؤقتة وغير مزودة بمعدات لمعالجة المخلفات
التي تسبب ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء والمياه في المناطق الصناعية، ونظرا كذلك للحاجة إلى تطبيق بعض الحلول البديلة لمشكلة التلوث باللجوء إلى الخبرات والتجارب المقارنة في مجال محاربة هذه الظاهرة، ومن أجل النهوض وحماية الإنسان من التلوث من خلال دور المجتمع المدني في القيام بتوعية الأفراد والجماعات بهذه المشكلات، تأتي هذه الندوة التي حددنا لها كموضوع تلوث الغلاف الجوي ومسؤوليات المقاولات العابرة للأوطان أو عابرة للقارات. فوحدة الطاقة مثلا في أسفي كنموذج على اعتبار أنها هي أكبر مصدر لانبعاث الغاز الدفيئة، من حيث أنها تساهم بقصد كبير من هذا النوع من الانبعاثات الملوثة للهواء، علما أن المغرب يساهم بنسبة عالمية في انبعاثات كمية ضعيفة من الغازات الدفيئة، ولكن يتحمل عبئا كبيرا بسبب موقعه الجغرافي الذي يجعل موارده الطبيعية والعديد من قطاعاته الاقتصادية مهددة بالتغيرات المناخية. فانبعاثات المغرب تقدر بنحو 100 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتشكل 0.2% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية. فالمغربي يتسبب في انبعاث غازات الانحباس الحراري أقل 3 مرات من الأوروبي أو الصيني، و7 مرات أقل من الأمريكي. ومن أجل تسليط الضوء على محاور هذا الموضوع الهام بخصوص الدور السلبي الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات في تدمير الجانب البيئي على حساب الربح الذاتي، وتحديدا في الدول النامية، حيث تطبيق القوانين واحترام البيئة يصبح مسألة شكلية بجميع المقاييس. فهذه الندوة تشمل على 4 محاور أساسية حسب تخصص كل متدخل وانشغالاته، حيث سيباشر المحور الأول تحت عنوان أهمية حماية البيئة من خلال المرجعية الدولية للأمم المتحدة، وسيقدمها باللغة الفرنسية. أخ عبد العزيز، الأستاذ عبد العزيز المسعودي، فهو باحث في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وعضو في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد. بالنسبة للمحور الثاني، أو سيكون تحت عنوان انبعاثات الغازات الدافئة من خلال عملية إنتاج المقاولات الصناعية التي تستعمل الشربون وأثره على حياة الإنسان وعلى الطبيعة بصفة عامة، سيقدمه الدكتور عبد الرحيم الخبيط، وهو خبير دولي في مجال البيئة والهندسة المدنية، وهو خريج جامعة شيربروك بكندا. ثم المحور الثالث، وهو تحت عنوان المقاولات المتعددة الجنسيات كواجهة استعمارية حديثة ودورها في خرق حقوق الإنسان، الدولة الفلسطينية كنموذج، وسام أحمد، وهو باحث جامعي خريج جامعة لويزيان بالولايات المتحدة الأمريكية جمعية حق فلسطين، وعضو بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ثم كنموذج بالنسبة للمغرب، عندنا رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسفي محمد بن ربح، سيقدم المداخلة حول التلوث بمدن أسفي كنموذج وتداعياته ودور المجتمع المدني وتجربته في المحافظة ودعمه في تعزيز الحق في بيئة سليمة. وللتذكير، سيعطى الحيز الزمني للمداخلة لكل متدخل من 15 إلى 20 دقيقة حتى يتسنى باش نعطيو يعني واحد الوقت يعني كافي بالنسبة للإجابة على الأسئلة ديال المشاركين والمشاركات. دونك قبل ما روتاردي، دونك جو في باسي لو بريمير بريزونطاسيون الانترفونسيون ديال هاد الدواء هادي ديال السي عبد العزيز المسعودي، هو سيقدمها بالفرنسية، دونك سأقولها بالفرنسية. دونك سي لامبورتونس دو لا بروتيكسيون دو لانفيرونمون ا ترافير دو ريفيرونسييل اونيزيان. دونك سو روتاردي جو فو دون لا باغول مسيو عبد العزيز المسعودي. شكرا. دونك انا ملي الحقيقه ملي سمعت بان غادي يكون هذا اللقاء على المستوى مفتوح على المستوى الدولي، هي تب اللغه الفرنسيه،
ولكن ما كاين حتى اشكال اذا كان النقاش ولا اذا كان داكور سؤال ولا هذا يمكننا نرجعوا للغه العربيه او الدارجه. اذا en fait c'est la question du de la pollution de l'air. Personnellement, j'ai trouvé une difficulté à faire une distinction avec d'abord la question de l'environnement en général et surtout entre la question de la pollution de l'air et la question du réchauffement climatique. Parce qu'il y a un lien très fort, un lien étroit. Mais je vais d'abord, dans un premier temps, essayer de situer la question dans le temps et dans l'espace. Et je dois avouer qu'il m'a été difficile, je dirais, de raconter ce qui est arrivé en des millions d'années en quelques minutes. Je vais préciser un petit peu mon idée. Alors, quand je dis en millions d'années, mais il y a eu une accélération au cours des deux derniers siècles. Alors, je suis parti un petit peu, je dirais, de la découverte du feu, le rapport de l'être humain à la nature, dont il fait partie, bien sûr, n'a pas cessé de se transformer à partir de ce point de départ, d'évoluer, puisque c'est en utilisant les sources d'énergie, donc la première source d'énergie, c'est le bois, c'est donc tout ce qui est plantes sèches, ce qui a permis le feu, que l'humain va changer, c'est en utilisant donc les sources d'énergie que l'humain va changer son mode de vie, à travers la transformation des matières premières, les constructions, la fabrication des outils de travail, sa consommation de matières premières, de matières transformées, les armes pour chasser, voire les armes pour tuer son semblable. Car il ne sera plus seulement question de rapport être humain, plutôt être humain-nature, à la qanabil insan tabi'a, mais de rapports entre êtres humains, de rapports sociaux, donc, à travers la propriété, à travers la création de la valeur pour les uns et son appropriation pour les autres. C'est dans ce processus historique qu'il est possible de comprendre la pollution atmosphérique ou pollution de l'air d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine. De manière directe ou indirecte, en termes de cause et effet. C'est surtout à partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, avec le recours d'abord au charbon ou la houille pour produire l'énergie, et ensuite le pétrole, le gaz et l'uranium, que va se produire et s'accélérer le phénomène de la pollution atmosphérique ou pollution de l'air. L'atmosphère est définie comme la couche d'air qui entoure la Terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain. Alors, c'est la définition qui est notamment retenue par la loi 1303 au Maroc, qui a été adoptée en 2003, relative à la lutte contre la pollution de l'air. Alors que l'air est défini comme l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre et dont la modification des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général. Cette définition comprend également l'air des lieux de travail et celui des espaces publics clos et semi-clos. Donc il y a déjà une distinction entre l'air et l'atmosphère à l'intérieur même du dispositif juridique. La pollution de l'air est une altération de la qualité de l'air, pouvant être caractérisée par des mesures de polluants chimiques, physiques ou biologiques, ce qu'on appelle les aérocontaminants. Elle peut avoir des conséquences préjudiciables, donc, voilà donc ce
qui nous intéresse dans ce thème, c'est le préjudice, le dommage. Elle peut être avoir des conséquences préjudiciables à la santé humaine, aux êtres vivants en général, pas uniquement aux humains, au climat, voire même aux biens matériels. Dans ce monde, la pollution de l'air est le cinquième facteur de risque pour la santé. Elle provoque la mort prématurée de 7 millions par an, de personnes par an. En 2003, l'OMS a reconnu que la pollution atmosphérique est un cancérigène certain. Donc, nous sommes là face. En fait, nous avons beaucoup de rapports scientifiques. Je vais en citer quelques-uns. Alors, par exemple, au niveau de l'OMS, déjà, plusieurs rapports scientifiques ont établi la relation de cause à effet entre les activités humaines, en particulier les activités industrielles, ayant recours à des sources d'énergie non renouvelables, à fort impact négatif sur l'environnement en général et l'air en particulier. Alors, je citerai aussi le State of Global Air de 2017 du Health Effects Institute de Boston. Je citerai la revue de cardiologie European Health Journal de l'Energy Institute de l'Université de Chicago, entre autres. Se pose donc la question de ce lien de cause à effet, de la responsabilité d'abord morale, éthique, ensuite politique, c'est-à-dire celle des États, des pouvoirs publics, et enfin juridique, civil et pénal. De nouveaux concepts sont même apparus, tels que la responsabilité environnementale ou écologique. Pour les entreprises, beaucoup d'États ont intégré la dimension environnementale comprenant l'air à travers ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE. À mon sens, il existe d'une part un risque de dilution des responsabilités et d'autre part un risque de ne pas s'attaquer aux véritables causes qui sont inhérentes à un système devenu mondial basé sur un mode de production, de répartition et de consommation qui ne peut être que néfaste, destructeur de l'environnement en général et de l'air en particulier. Historiquement, pour bien préciser les choses, historiquement et géographiquement, le processus à l'origine de la pollution atmosphérique est parti de l'Europe pour s'étendre aux autres régions du monde avec la généralisation de ce mode de production. Il y a donc d'abord une responsabilité historique, bien localisée dans l'espace et dans le temps, et les victimes de cette pollution atmosphérique sans frontières se trouvent surtout dans les régions qui n'ont pas contribué à cette pollution. D'où le concept fondamental de justice climatique. Pollution, dégradation en général de l'environnement. Dans la période récente, la généralisation de ce mode de production destructeur a été favorisée par la délocalisation des activités industrielles les plus polluantes dans les régions où, d'une part, les multinationales sont à la recherche de conditions d'exploitation moins coûteuses et donc où le taux de profit est plus élevé. Où le taux de profit est plus élevé grâce à l'inexistence de normes de protection de l'environnement dans l'air ou leur non-application effective. D'autre part, la logique exclusive du profit va nécessairement à l'encontre de l'intérêt commun, celui de la protection de l'environnement dans toutes ses composantes, et en particulier la santé des humains, mais aussi de tous les êtres vivants. C'est de cette manière, en créant donc un front commun, pardon,
Bien sûr, il ne faut pas oublier que nous avons d'une part les multinationales qui sont à la recherche d'un taux de profit qui est plus élevé, mais paradoxalement, nous avons aussi les États dits en émergence qui sont à la recherche d'investissements dans une vision développementaliste. Les pays du Sud sont confrontés à ce dilemme. Lutter contre le chômage, créer l'emploi, ou bien protéger l'environnement, lutter contre la précarité sociale et assurer la stabilité des systèmes politiques, ou bien refuser les investissements ayant un fort impact négatif sur l'environnement. Cette problématique est en fait à la fois locale et globale, car la pollution de l'air n'a pas de frontières. Elle menace toute la planète et en particulier les catégories sociales les plus vulnérables, partout dans le monde. Les accords internationaux doivent être déclinés dans les lois et réglementations nationales avec la mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi de l'application effective des principes universellement adoptés. Dans l'immédiat, il est surtout question d'intégrer dans les législations et réglementations nationales les principes fondamentaux contenus dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à New York en 1992, au Maroc adoptée en 2001, et dans le protocole Kyoto, qui est une déclinaison de la Convention cadre, exiger l'application effective des dispositions légales et réglementaires en vigueur, avec la mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi au niveau officiel et par les ONG concernées, notamment la mise en place d'observatoires nationaux et régionaux, l'élaboration annuelle de stratégies sectorielles en matière de protection de l'air contre la pollution. La déclinaison réelle, pratique, effective de ces stratégies en programme, en action publique, la formation qualifiée des ressources dans le domaine de la protection de l'air, la création de cursus universitaires dédiés à la recherche scientifique dans ce domaine, la publication proactive des études d'impact réalisées et relatives à des projets, investissements, activités à risque de pollution. La mise en œuvre extensive, bien sûr, du droit d'accès à l'information qui a été intégré dans la Constitution marocaine en 2011. Et bien sûr, sans oublier d'exiger une plateforme RSE, responsabilité sociale des entreprises, commune avec des spécificités sectorielles. Là, il s'agit d'un objectif immédiat. C'est de cette manière, en créant un front commun au niveau national, régional et mondial, un front qui dépasse les frontières, qu'il est possible de pousser aussi bien les entreprises que les États à adopter des alternatives non polluantes ou moins polluantes, tout en contribuant à l'émergence des nouveaux vivres ensemble, basés sur le respect des équilibres de la nature, de sa durabilité. Ce qui exige en définitif un système autre que celui d'aujourd'hui, basé sur la poursuite aveugle du profit. Un système autre que celui régi exclusivement sur la logique marchande. C'est là un système à construire en commun à travers la lutte continue des peuples et de tous les opprimés de ce monde. En conclusion, je récapitule. Il y a en quelque sorte deux niveaux. Un premier niveau qui consiste à intégrer au niveau local les normes internationales de protection de l'environnement dans l'air, en tenant compte bien sûr des spécificités culturelles, sociales, sectorielles, veiller à l'application effective de ces règles à travers des mécanismes de contrôle et de suivi, garantissant la transparence des multinationales dans leurs investissements, opérationnaliser les principes de responsabilité directe et indirecte au niveau individuel et collectif, privé et public,
contribuer au développement des nouvelles dimensions du concept de responsabilité, notamment la responsabilité environnementale ou écologique, en plus des dimensions classiques, responsabilité juridique, civile et pénale, qui ne doivent pas être négligées. Le niveau 2 consiste à inciter les États à agir dans un cadre multilatéral en matière de protection de l'environnement plutôt que le cadre bilatéral qui est moins favorable en général aux pays du Sud. Créer ou contribuer au développement d'un front international non gouvernemental dans la lutte contre la pollution de l'air et de manière générale contre la dégradation de l'environnement. Renforcer la coordination dans la lutte contre la pollution de l'air et la lutte contre le réchauffement climatique. Les deux sont inséparables. Inciter les États à investir en priorité dans la recherche scientifique au service du développement des énergies propres, en particulier le solaire et l'éolien. Inciter tous les États à intégrer dans leur constitution le principe de la protection de l'environnement dans l'air. Cela a été dit tout à l'heure au début par notre ami Didi. Au niveau international, déjà, nous avons une centaine d'États qui ont intégré ce principe dans leur constitution. Enfin, contribuer au développement de nouveaux concepts fondamentaux au niveau international relatifs à ce qu'on appelle, à ce qu'on commence maintenant à appeler les biens communs universels, tels que l'air et l'eau, et l'interdiction stricte de leur privatisation ou de leur marchandisation. Merci. Merci, Monsieur Abdelaziz de votre intervention de bonne qualité. Donc, vous avez beaucoup de conclusions, de recommandations. Donc, pour ne pas dire toutes ces recommandations, donc je vais passer pour le deuxième intervenant parce que il y a un problème de temps. Donc la deuxième intervention de Monsieur Abdelrahim Khouet, docteur في مجال البيئة والهندسة المدنية جامعة شيربروك بكندا. عنوان المداخلة هو انبعاثات الغازات الدافئة اللي غاز في دسر من خلال عملية إنتاج المقاولات الصناعية التي تستعمل للشربون يعني كتعرفوا وأثرها على حياة الإنسان وعلى الطبيعة بصفة عامة. أفو لا بارول سعد رحيم. السلام عليكم سادة وي سافا سافا تري 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 بيان. دونك السلام عليكم. بونجور تو الموند. Donc c'est à vous Youssef, soit que ça soit la mudakhala tkoun en français ou bien en arabe ou bien en anglais, donc c'est à vous de décider. Ala hasab ma sanif tqra khassat tkoun en arabe, donc ma afhamch ana, donc walakin kan el imkaniyat. Ma andich mushkil. Yemkin tkoun français, pas de problème. Ma andich mushkil, bghitou français, bghitou bel 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 arabe, le mhem, li bghitou tchouf ntouma. OK, et donc donc, M. Aziz, il a présenté en français. Donc, moi, je vais aller en arabe, mais ça va être un petit peu... Je vais mélanger un petit peu parce qu'il y a des termes donc, scientifiques qui sont en français. Donc, à un moment donné, donc, je dois utiliser les termes tant tels qu'ils sont, donc en français. إذن المداخلة تكون حول شزلت مجموعة تاع النقاط اللي تكلم عليها الأستاذ سي عزيز. وصراحة هو أن التلوث لما تكلموا على التلوث حنايا تكلم سي عزيز على التلوث نتاع الهواء هذا الاير يعني نقطة في غاية الأهمية ولكن حنايا فاش كنتكلموا على التلوث كنحاولوا أن نتكلموا على لي تخوا بيلي أسافوار لاير لو إي لو سول أوكي دونك لي تخوا بيلي خصنا نجمعوهم باش نكونوا غطينا كلش لا تيماتيك كلها. طبعا أنا بما أن ما غاديش نخرج على الموضوع غادي نمشي في الاتجاه نتاع لي زينيرجي فوسيل ولا وخصوصا يعني الشاربون لو بروبليم كو جي كونستاتي المشكل انا اللي شفت هو انه في الاذاعه والتلفزه نطبر كثيرا ونقول بين مزدوجتين ما يسمى الطاقات النظيفه ولكن انا صراحه
يعني كدكتور في هذه الامور هذه ودرس هذه الامور هذه، ما كاينش شي حاجه سميتها نظيفه هي باش نتفقوا، وما كاينش شي حاجه سميتها ما كاينش شي الترناتيف، ما كاينش شي بديل اللي هو يعني نظيف 100%. وما فيش هذيك الجرين الان اصبح هذا الطاقه النظيفه او ما يسمى بالانجليزي الجرين والكلين، صارت واحد لابيل يعني واحد رمز نتاع البيع والشراء، لابيل بالعربي ما عرفتهاش، يعني واحد بحال اللي قلتي واحد ايتيكيت نتاع شي حاجه بغينا نبيعوها نسوقوها بحال سياره تويوتا ولا هذا ولا. اوكي، للاسف الشديد ان كنلاحظوا في الخطاب الرسمي تيقولوا بان احنا ما يسمى باللي زينيرجي فيرت وليزينيرجي اللي هما الطاقات المتجدده والنظيفه، ولو ان حتى لو كونسيبت ما مضبوطش على المستوى الاعلامي، كاين واحد لامبيغويتي في الكونسيبت ما عليناش. ولكن في الواقع كنشوفوا ان انه في المغرب لا زال يعتمد على 90% في الناحيه الطاقيه في الـ في الـ في الـ في الـ على على لي زينيرجي فوسيل. اوكي، ومنها 25% الفحم الحجري، فحم الحجري هذا مشكل، هذا مشكل صراحه. في الوقت اللي اوروبا بداو كيغلقوا اسمه السونترال تيرميك اباز دو شاربون، حنا عاد كنحلوه، هذا هو المشكل. اوكي صحيح، حنا عرفنا ان اخر مثلا اخر اسمه المناجم تاع الشاربون في بلجيكا ولا تسدات تغلقات في 1988 يعني في نهايه نتاع الثمانينات. اوكي، ولكن لا زال هناك في بعض الدول الاسيويه يستوردوا منها المغرب الشاربون تاعو. اوكي، طبعا حنايا اول حاجه غادي نمشيو للشاربون غادي نشوفو سي كوا لي زيفي، اشنو هو التاثيرات او شنو هو الامباكت نتاع الشاربون يعني خلال الفتره نتاع الاستخراج. فتره الاستخراج فيها مشاكل عويصه، اولا مشكل على مستوى نتاع العمال، راه مرضوا العمال نتاعنا، عمالنا بين قوسين عمالنا بالخارج راه مرضوا، الا انه هذا راه طابو استنطابو، هذا ما كيبغيش يهضروا فيه لا من لي لا من هنا، راه ما كاينش الناس راكون حلينا نشوفوها، الناس راه مرضات الناس، انا كنعرف شخصيا الناس مرضوا، الناس يستغلوا في هذوك المناجم. اوكي، الناس كيمرضوا، علاش كيمرضوا؟ لان عندنا حنايا سكون ابل هذوك لي بارتيكول لي زيروسول ولا هذيك لي بارتيكول الصغيره، هو مسكين خدام 12 ساعه كيبقى يديرهم هذوك الجزيئات، هذوك لي بارتيكول اللي هي القطر نتاع اصغر من 3 ميكرومتر كتمشي للرئه مباشره، والسيد خدام 12 ساعه وفواحد لي مليون نون فونتي اللي ما كاينش لا فونتيلاسيون ولا حتى حاجه، كيمرضوا الناس راه مرضوا، ولكن حنا ما قادرينش نهضروا في هذا الموضوع هذا، خايفين. ومهم غادي نهضروا فيه شي نهار ان شاء الله. اول حاجه يعني ها هو المقطع في الاستخراج، دائما في الاستخراج حنا نبقى باش نتبعوا لاشين يعني من الاول حتى الاخر. الاستخراج عندي مشكل في الاستخراج السيلو فير دي فوا، لان حنا باش نوصلوا للشاربون دي فوا نقدروا نوصلوا حتى 100 متر دو بروفوندور، يعني غنزلوا غنحفروا كننزل تحت. اوكي، عندي لي زيميسيون ديال ديك لا بوسيير او نيفو اتموسفيريك، ها هو لا كاليتي دار اللي قال الاستاذ سي عزيز. اوكي، دونك عندي العمال تاعي مرضوا ليا، عندي لا بوسيير كتمشي ليا في الاير. اوكي، دونك كدير لا كونتاميناسيون ديال الاير. اوكي، ومن بعد السكان. اوكي، عندي ايضا ليتيليزاسيون دو لو، صافي دير انه لا نام فرياتيك وسي راه ا ريسك فهاد لافير هادي. اوكي، بار لا سويت احنا استخرجنا. اوكي، قلنا اكستري هاد لو شاربون هاد الماده هادي، دونك اون فالا ديبوزي كلكو بار، ما غاديش نحيدوها وما نعرف كي غادي ندير ليها، دونك اون فالا ديبوزي كلكو بار. بار لا سويت غيجي عندنا سكون ابل السيكتور ديال ترونسبور، راه ما كاينش شي مين دو شاربون اللي على البحر ولا ما نعرف، سافي دير كو اون فا اتر اوبليجي دو ترونسبورتي هاد لا ماس هادي اللي عندنا هنايا في واحد اصلا ان ديبو اونتر غيمي اللي هو تومبورير، مي هذاك لو مومون اللي كان في ذاك لو ديبو تومبورير يافي دي زيميسيون، اون فو با يافي دي زيميسيون. بار لا سويت غادي نقلوه، اوكي غادي نقلوهم فير لو بور. اوكي، هنا اون فا فير ابل لي كاميون هذا غادي نشارجيوهم،
Donc, il y a aussi des émissions des camions. Ça veut dire le secteur de transport utilisé pour transporter le charbon. Donc, juste qu'on soit d'accord. Par la suite, on a le port. Est-ce que la question qui se pose, une fois on est arrivé avec notre camion là, chargé, donc automatiquement, on se fait vider avec le bâton et donc le bâton il fait son chemin ou quoi? Donc, c'est sûr et certain, on doit attendre. Donc, la file de temps, mais encore il y a des émissions. Par la suite, on va décharger les camions, ça veut dire on aura, on veut pas, on aura, on aura des particules qui vont aller dans l'air. Donc, encore, on pollue l'air. OK? Là, on s'en a la charge de le bâton. Attends, mais le bâton, parce qu'on est avec le port, est-ce qu'il y aura des impacts ou non? Oui, il y aura des impacts. هذاك الباطو ما كاين لا زيوت عنده يا با دي زويل دي فوي دي زويل يا ريان نو سي يونا هذاك الباطو واقف دونك اسكي يا با دو كونتاكت انت هذاك الماتيريو نتاعو مع لو دما وي يونا اي بار لا سويت اون ديشارج لي كاميون فداك لو باطو دونك يورا دي ايميسيون هذاك فداك لو مومون اي بار لا سويت لو باطو يبقى فير سون شومان دونك لو لون دو شومان يورا دي امباكت. Okay? Parce qu'on n'est pas les seuls fait de la planète. Quand on parle en termes académiques d'écosystème, là, on parle des espèces, incluant l'homme, les espèces qui ont l'insane. Où est la qualité des écosystèmes? La dit par définition, l'insane, il n'est pas dans le centre. On le traite comme العناصر دونك هنايا ايكوت دونك حنايا الا بقينا شفنا غير الانسان في ليكوسيستيم اون ايزي كويست دونك يا دي يا دي اسبي كي فون سوفرير اي يورا دامباكت على عليهم في داك لو تراجي بار لا سويت نوتر فامو باطو ايت اريفي ا سافي وصل لاسفي اسكو اون فا لو فيدي توت سويت او بيان اي فا اتوندر سيغمون يا لا فيل داتون كيلكو بار. OK, donc à le moment il est en train de polluer les eaux territoriales d'elle couvert à sa fille. Donc il y a de l'impact là. Et il y aura pas le seul bateau, il y aura d'autres bateaux. Et ça se peut qu'ils vont se trouver 10 ou bien je sais pas moi 100 qui sont sur la zone. Donc est-ce qui la zone a dit est-ce qu'il est pollué ou pas? Oui, il est pollué. Est-ce qu'il y a des études? Non, il y a pas des études. Madness, parce qu'ils ne vont pas te donner la permission. Ils ne vont pas te donner la permission. Donc là, on ne parle pas de la pollution de l'air. Là, on parle de la pollution de l'eau. La masse d'eau est polluée. Et c'est très facile de savoir que la masse d'eau est polluée. Et on peut juste étudier les images captées par les satellites et on va constater que vraiment, il y a une pollution de la tranche à l'île. OK? Attends. Mais avant qu'on arrive à la station, on a dit, la station thermique, elle a été faite comment? Elle a été créée comment? Est-ce qu'ils ont demandé le permis d'environnement ou pas? Est-ce qu'on a instauré? Oui, on a instauré. Mais est-ce qu'on a respecté des lois ou non? Les lois, Monsieur Aziz, il y a des lois. Il y a des lois au niveau national, il y a aussi des lois au niveau international. Mais on se comporte comme des aveugles et on ne voit rien. كل شيء كيدير هكا على عينو حتى حاجه ما شفناها اي سا باس دونك ا مون افي اون دو دابور فير ليتي دامباكت لا سنترال تيرميك دابور اي بوفوار لا في ديال عباد الله اسكي سون وي او نو باسكو وي او نو ديال عباد الله في لو بروسيسوس نتاع اسمو في لو بروسيسوس نتاع ليتي دامباكت مرحله مفصليه. Donc, le oui, il va t'amener vers la création de ton projet. Le non, il va annuler ton projet. Est-ce qu'il y a une étude d'impact? Moi, je peux dire que non, il n'y a pas d'étude d'impact. Oui, il y a une étude d'impact. On peut la tracer, on peut la trouver, mais on n'a pas demandé l'avis des gens, des habitants qui sont concernés par l'affaire. C'est sûr et certain. Donc, il y a le problème déjà d'existence de la centrale. Et par la suite, donc, on va revenir à la question. Donc, il y a des bâtons là qui attendent. Alors, les bâtons, là, donc le fil d'elle avec les bâtons, donc il y a la pollution de la masse d'eau. Donc, il y a des poissons qui vont
qui vont faire des accidents avec les bâtons. Donc نلقاو واحد مرسي راسو واحد ما نعرف شنو وقع ليه parce que marche ou le bateau j'adore fait parce que à la base les espèces sont naïfs. خلاص على بعض صنيف هما بيمتازوا العناصر البيئيه بالسذاجه نتاعهم ما بيع الا ما عرفوش الحاجه كيف يقدر فيها دونك يا دي زاكسيدون اون فو اون فو با دونك ها هو لا بروميير دي شوز باغ لا سويت اون فا فير فيدي هاد سميتو هاد عاد لي نافيغ نتاعنا لي باطو كي ترونسبورت الشاربون اون فا لي فيدي كومون مي اون فا ستوكي اون فا او On va utiliser directement un acte de bateau, un acte de la centrale. Non, c'est impossible. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, maintenant, le parking, hein, c'est comme si la superficie, grâce au stockage. Donc, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de charbon qui peuvent attendre là-bas. Qu'est-ce que nous voulons faire? Donc, je pense que dès que la superficie de le stockage peut accepter jusqu'à un demi-million de tonnes de charbon à sa fille. Et la masse, le volume, peut attendre jusqu'à 45 jours. Alors, c'est le moment. Est-ce qu'il n'y a pas des émissions ou non? Oui, il y a des émissions. Mais attends, il y a des émissions au niveau de l'air. Il y a aussi la contamination au niveau du sol. OK? Par la suite, OK, on va prendre la quantité et on va aller la brûler. OK? OK, donc alors, هنا quand on va كنهضروا على الحرق. Donc هنا il y aura des émissions. OK? Il y aura des émissions. Donc le moment ديال اللي غنخويو حنايا داك سميتو الباطون, il y aura des émissions le moment de stockage parce que c'est à ciel ouvert. À ciel ouvert. Et par la suite, il y aura des émissions aussi des particules le moment quand on va prendre le charbon, je vais mettre la centrale. Et c'est quoi le processus chimique? C'est on va brûler la matière. Fais avec amener l'extérieur, ma rofa. Un dernier bien à tenter. Il a quand même je vois un tas d'analyses chimiques. Il y a l'oxyde de nitrogène, l'oxyde le cubridine, l'oxyde عندنا سكون ابل لي بي ام الجسيمات الصغيره كل هذه الامور غتمشي فيه زائد عندنا الفيران زائد ايضا الا ما كانش عمليه احتراق كامله عندنا ما يسمى بواحد اكسيد الكربون اللي هو ما يسمى بالقاتل الصامت لان الناس اللي كتموت في البرد ولا شي حاجه كتموت بواحد اكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق الغير كامل ليستوار سي با اونكور فيني باقي ما كملاش كنت اون فا بغيلي هادي واش ما غاديش يكون عندنا الرماد غادي يكون عندنا الرماد اون فا سو ديباغاسي كومون دو سات افير فين غنحطوه فين غنديوه نديروه في جيوبنا ونمشيو به دونك نو سي با كوم سا دونك يفا سو تخوفي في لا ناتور ايل فا سو تخوفي باش نستعملو لي تيرم اكزاكت في لو سول تال و تال دونك يفا بولي اونكور Et donc, هذاك ممكن حتى est-ce qu'il y avait une étude qui a été faite pour هذاك لا نو il y a pas d'étude هذاك le résidu non ما كاينش OK donc vous voyez maintenant le contexte de A à B OK donc من le moment اللي درنا l'extraction حتى وصلنا الفران le four حتى وصلنا الرماد et le processus كله fait les émissions mais attends on n'a pas fini Donc, là, si on parle des multinationales, les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Qu'ils disent, nous, on va être vert. Hein? Le slogan, c'est utilisé en France, on est propre, on est vert, on est hada, on est hada. C'est bien. Bravo, bravo. Il y en a qui disent, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris dans le processus atmosphérique. Allez! Parce que si on fait polluer l'air, attends, je vous donne un exemple. Fash وقعت حادثة تشيرنوبيل. فين وقعت؟ وقعت في كييف. فين ils ont détecté les rayons fin. Suède, c'est le premier pays qui a dit oui, il y a des rayons. Mais attends, la France, دارت راسها ما شافت حاجة. هذه معروفة الهستوار. Mais attends,
حتى هذاك سميتو هذيك راديو اكتيفيتي نتاع دوك لي زيليمون لقيناهم في الفلاحه في الكيبيك. دونك حنايا راه في واحد سميتو واحد الارض كره ارضيه وعندنا سكون ابل لي كورون سواء التيارات الهوائيه سواء التيارات المائيه. سافادير انه راه واخا تلوت عندي انا راه غاتجيك فارس. هذا هو النقطه الاولانيه. لوتي في المغرب مرحبا بك اخويا لوت مع راسك، ولكن ولكن خصك تعرف راه حتى انت راه غيجيك داكشي غير جعليك غير جعليك بجوج طرق. الطريقه الاولانيه اترافير التيارات الهوائيه والمائيه اللي ما كتطلبش الفيزا من حد، كتمشي كما بغات ما كتطلبش الفيزا لان الريح ما كيطلبش الفيزا والتيارات المائيه ما كتطلبش. ثاني حاجه النقطه الثانيه الناس نتاعك انت علاه ما كاينش الهجره، علاه ما كاينش فرنسيه جات المغرب كتعرف مغربي مزوجه معاه ولا لانفيرس. هادوك الفرنسيين ما غاديش ياكلوا داك العود اسفي باغ اكزوم ولا في طنجه نو يفون لو موزي يفون لو كونسومي اي بار سويت. هذيك لي سيتويان تاعك راه في اتونسيون راه انت كيحسبك انت راه كتلوتني حنايا بالمي او كونترير يا لامباكت تاع الناس نتاعك انت. مي هاد النقطه باقي لي اوروبيين نون با كومبري اي جيسبر كي يوغان ان جور ان شاء الله اللي هاد لي فرونسي ولا لي اوروبيان يفون كومبروندر هاد لو بوين هذا. اوكي ما باقي ما فهموش باسكو حنايا اون دو فير اون دو رياجير توس انصامبل باش نحميو لا بلانيت نتاعنا. اوكي اما الا قلتي نتايا ايوا راه هي هذيك هي ديك اللي كنديروا حنا المغاربه حاشاكم كيهبط هذيك السله ديال سميتو الكيس نتاع الساك ديال لابوبيل كيحطوا لك قدام الدار والدار ديالو هو نقيه واش لا ميم شوز. ولا هذيك كتنوض السيده كتشطب قدام دارها وتدي قدام دار جيرانها واش لا ميم شوز. دونك il faut ouvrir nos yeux et on doit régler cette affaire au niveau étatique au niveau international et c'est à l'ONU de réagir. اما الى تبقى تقول لي راه غادي ندي انا لوزين نحطوها في طنجه وانا جو مون فو اون سي تري بيان بوكو فو فيت سا. حنا عارفين علاش نتوما كديروا هذا الشيء باسكو فو فو زافي لي دامباك اي شينو وي اون لي دامباك مي اون لا في با فوالا حنا عارفين علاش اون سي تري بيان كو فو بولي لو اون سي تري بيان كو فو بولي لير اون سي تري بيان كو فو بولي لو سول مي اتان راه عندك الناس نتاعك كي فون كونتاميني باغ هاد لي شوز هاد. Et donc voilà, donc c'est ça. Mais le problème, c'est Youssef, il n'y a pas que la station la centrale thermique d'Achfi, il y aura une autre qui va être créée à Zrada. Il y a une autre qui va être créée à Zrada. Et c'est ça le problème. Et Achfi, donc le minage d'Yel Achfi peut accepter jusqu'à 11 millions de tonnes de charbon par an. Un mouchkil. Mais attends, Achfi, ma fihache, c'est la centrale thermique. Il y avait l'usine pétrochimique qui a créé des problèmes, des sérieux problèmes, là, il y a de l'Atma. Donc maintenant, la ville d'Achfi, elle a safi. Masha Allah, me dit la Zouina, elle a dit, mais quand tu as chi haja, ma kita chi haja, kul chi da, pollution, puis voilà. Et donc, moi, j'ai ma conclusion, ça, je fais l'homor autrement. Ça veut dire que la loi, انا كيبان ليا هذيك لي لوا دير نتا هنا ما كاينش خصنا نشوفوا شي حاجه او نيفو انترناسيونال اي اون دو ريسبكتي هاد لو لي شوز هادي اوسي اون دو كومبروند لي كونسيبت باش حتى واحد ما يبقى يكذب علينا رسميا كيقول لك في الاذاعه شي حاجه وفي الواقع كاين حاجه اخرى. دونك جيسبر كو اون كون دون لا شانس وزيونيفرسيتي جيونيفرسيتي سيريوز ماشي نامبورت كو. اوكي حنا عارفين كاين نامبورت كو. اوكي سيريوز كيل فاس دو لا ريشيرش. اوكي اي كون تروف دي سوليوشن بروبرمون ادابتي للمغرب خلينا من دي كوبي كولي كوبي كولي سا سير با دي فوا نو سا سير ريان. اي دونك فوالا سي يوسف اي جو دون لا بارول ا مي كوليك سي سي عبد الرحيم. سي زعما كانت مداخله يعني كانت مداخله قيمه إلو فيما يخص بالنسبة لكونستيسيون ديال ليزيميسيون ديال لا برودكسيون في السيكتور ديال برودكسيون ديال الإلكتريسيتي أون جينيرال كاين أن إليمو كي تري دونجو سي لو ميركور. بلا ما كنهضروش على السي او دو على لو إن دو ولا لو سي لو إن إكس وإكسيتيرا مي لو بروبليم هو لو ميركور. لو ميركور عنده خاصيات خطيرة جدا على صحة الإنسان وعلى صحة الحيوان والناس. بون شكرا السي عبد الرحيم. غادي ندوزو للمحور الثالث
والذي سيقدم لنا الأستاذ وسام أحمد وهو باحث جامعي خريج جامعة لويزيان بالولايات المتحدة الأمريكية وينتمي إلى جمعية الحق فلسطين وهي عضوة بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بخصوص موضوع المقاولات متعددة الجنسيات كواجهة استعمارية حديثة ودورها في خرق حقوق الإنسان وغادي نأخذ دولة فلسطين كنموذج. فليتفضل مشكورا. شكرا شكرا جميعا. وأول شيء خليني أعتذر على اللهجة العربية، لغة الأم هي الإنجليزية، ولكن بدي أحاول أقدم لكم العرض باللغة العربية، وعندي برزنتيشن تدعم الحديث برضو إن شاء الله بتسهل الأمور. وكمان أول شيء أشكر المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان للفرصة المشاركة، ونعطي الصورة فلسطينية في هذا العرض. بلش في ال... واضح العنوان عند الجميع؟ ممتاز. طيب يعني احنا وضعنا في فلسطين هو يعني التركيز على دور الشركات تعدد الجنسيات وتأثيرها على البيئة، هي جزء لا يتجزأ من الواقع الفلسطيني الأكبر اللي هي استمرارية الاستعمار بطريقة حديثة تحت مظلة الاحتلال. وبتوقع هو هذا المهم اللي نخلي الصورة الأكبر في ذهننا لما بنحكي عن الدور الشركات، مشان دور الشركات تاريخيا إلها الدور أساسي في آلية الاستعمار واستغلال الموارد الطبيعية وتأثير على البيئة وين ما تتصرف. الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية بالسياق التاريخي لا ينفصل عن الأمور اللي هي الأوسع، هي الإمبريالية، الاستعمار، الاستعمار في فلسطين بالذات، والوضع الاستعمار الحديث اللي هو حالياً تحت ما يسمى القانون الدولي الإنساني اللي هي الأراضي المحتلة. القضية الفلسطينية مربوطة في نزاع ومصالح ومنافسة لموارد طبيعية تاريخيا. لما استكشفوا البترول كانت يعني المصارع على الصراع على خطوط النفط وتوصيل النفط من العراق لحيفا، وبعدين بعد سايكس بيكو صارت لطرابلس واستمرت الأمور، وهلأ انتقلنا من الصراع على البترول لصراع على الغاز في البحر المتوسط، والفلسطينيين جايين من ضمن هذا الصراع والمنافسة الدولية. المشروع الاستعماري هي جزء من هذه الصراع العالمي اللي كثير متشابه للمشروع الاستعماري اللي كانت في بريطانيا في عدة مناطق، بس أنا بركز على المعروف في أفريقيا الجنوبية هو سيسل رودز، اللي ثيرو هيرتزل لما بلش فكرة تكوين الحركة الصهيونية وآلية الاستعمار، الدروس اللي اتخذت من التجربة البريطانية في أمريكا في أفريقيا الجنوبية في كثير تشابه بينها واللي صار في فلسطين. بس سيسل رود سمى شركته البريتش ساوث أفريكا كومباني، الشركة الأفريقية الجنوبية البريطانية، وثيرو هيرتزل بلش في الصندوق القومي اليهودي اللي اثنين أساسهم تفرعوا من عاصمة الإمبريالية البريطانية اللي هي لندن.
هل كيت الاستعمار في فلسطين أخذ بعد خاص من ناحية دور الشركات. عندك الشركة الفلسطينية البوتاش اللي كانت تستغل موارد البحر الميت في فترة الانتداب البريطاني، واستمرت في هذا الاستغلال حتى بعد الحرب السبعة وستين، وتم تكملة الاستعمار فلسطين التاريخية والاحتلال اللي هلا بنسميها الأراضي المحتلة الفلسطينية. تم تأسيس شركة جديدة اللي هي الشركة الإسرائيلية، وهي صارت يعني أدمجت الشركة اللي كانت تتسمى الشركة الفلسطينية البوتاش، صارت الشركة الكيميائية الإسرائيلية، واستمرت في استغلال الموارد الطبيعية في البحر الميت. وهذه صورة جوية من مصدر ناسا بتوري كيف استغلال الموارد الطبيعية من البحر الميت في فترة زمنية خلال 40 سنة، وبتوري كديش هذا الاستغلال مستمر ومؤثر مش بس على البيئة، على فرصة الشعب الفلسطيني يقدر يستفيد من هذول الموارد الطبيعية، وهي تشكل نوع من الجرائم الحرب اللي هي النهب في فترة الاحتلال، استمرارية استغلال الموارد الطبيعية اللي هي لحق الشعب الفلسطيني وجزء من حق تقرير المصير اللي هو التصرف في الموارد الطبيعية المتوفرة. ومربوط في الحديث الآخر اللي هو كل هذول الموارد مربوطة فروع ما في فائدة اقتصادية. كل من الموارد اللي متوفرة في البحر الميت لها أبعاد اقتصادية اللي هذول الشركات بتستفيد منها على حساب القضية الشعب الفلسطيني. وكمان النموذج الآخر اللي حابب أوريه هو الاستغلال الموارد الطبيعية من ناحية الكسرات والمحاجر اللي هي برضو من جزء من الموارد الطبيعية الفلسطينية، اللي الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الآليات المختلفة لسيطرة على هذول الموارد، ويستخدم الجدار الضم والتوسع اللي كجزء من الآلية استمرارية الاستعمار. وهلأ إذا في مجال حابب أوريكم فيديو، هو زيارة افتراضية اللي بتوضح شو آليات دور الشركات في هذا الجانب. بس أغير السكرين. مسموع الصوت الفيديو؟ وهي جزء من سلسلة تركز على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. في هذا الفيديو نلقي الضوء على تواطئ الشركات في استغلال الموارد الطبيعية المستخرجة من المحاجر في الضفة الغربية المحتلة. أولاً سوف نرى كيف انتزعت السلطات الإسرائيلية من الفلسطينيين مساحات كبيرة من أراضيهم لتحرمهم من الاستفادة من مواردهم الطبيعية. أكثر من 60% من الضفة الغربية أصبحت ضمن المناطق جيم التي تخضع بالكامل للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية. هناك مساحات كبيرة من المنطقة خصصت من قبل السلطات الإسرائيلية للمستوطنات الإسرائيلية وللمناطق الصناعية والزراعة. فضلاً عن هذا، تم إعلان مساحات كبيرة من الأرض أنها من أراضي الدولة، ومن ثم خضعت للسيطرة القانونية الإسرائيلية بصفتها قوة الاحتلال. وأخيراً فإن جدار الضم الذي أعلنت محكمة العدل الدولية عام 2004 أن بناءه في الضفة الغربية غير قانوني
يمر بالقرى والأراضي والمجتمعات الفلسطينية ويؤدي إلى فرض قيود مشددة على حرية التنقل الفيديو مسموع والحصول على الخدمات الصحية والتعليم وسبل كسب الدخل. دأبت الشركات الإسرائيلية على استخراج المواد الخام على نطاق تجاري من المحاجر الواقعة داخل زمام الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أواسط السبعينيات. في الوقت الحالي هناك 9 محاجر جاري العمل بها في المنطقة جيم، مملوكة إما لشركات إسرائيلية أو دولية. في المتوسط تنقل حوالي 3 محاجر إنتاجها مباشرة إلى السوق الإسرائيلية. من هذه المحاجر محجر نحال ربا القريب من الخط الأخضر جنوب قلقيلية. هذا المحجر مملوكة لشركة بريطانية هي شركة هانسون، وهي بدورها مملوكة لشركة هايدلبرغ وهي شركة ألمانية تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في إنتاج الحصى والأسمنت. يستغل المحجر المواد الطبيعية الفلسطينية لصالح صناعة الإنشاءات الإسرائيلية. كما تملك هانسون منشأتين للخرسانة في مستوطنات إسرائيلية، وقدمت مواد بناء لصالح توسعة المنطقة الصناعية بمستوطنة باركان. مثال آخر هو محجر ياتير الواقع في تلال الخليل الجنوبية، وتملك جزءا منه شركة ريدي مكس الإسرائيلية التابعة لشركة سيمكس المكسيكية، وهي شركة إنشاءات دولية كبرى أخرى. كذلك تملك ريدي مكس منشآت في مختلف المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقدمت مواد بناء لإنشاء جدار الضم والمرافق اللاحقة به. وموجب القانون الدولي فإن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة محظور عليها استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الامتيازات الاقتصادية الإسرائيلية ومواطنيها. لكن يظهر من هذا الفيلم بوضوح استخراج البوادي من محجر نحال ربا في الضفة الغربية ونقلها إلى إسرائيل. في ديسمبر كانون الأول 2011 حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بإمكانية استمرار أنشطة إسرائيل في محاجر الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى أنه بما أن المحاجر تسهم في الاقتصاد الفلسطيني فإن حظر العمل بها يرجح أن يضر بالسكان الخاضعين للاحتلال. في الواقع لا توفر المحاجر فرص العمل إلا لنحو 200 عامل فلسطيني لا أكثر، في حين أن الرسوم والإيجارات التي تدفعها شركات المحاجر الإسرائيلية قد استخدمتها الإدارة المدنية الإسرائيلية في توفير خدمات للمستوطنات الإسرائيلية. وهكذا أضفت المحاكم الإسرائيلية الشرعية على استغلال الثروات والموارد الطبيعية الفلسطينية. شركات المحاجر هذه يسمح لها بحرية بأن تستغل الثروات المعدنية الفلسطينية، في حين يحرم الفلسطينيون بسبب القيود التي تضعها إسرائيل على التخطيط والبناء في المنطقة جيم من الاستفادة الحقيقية من أراضيهم. إذن قام القضاء الإسرائيلي بتمهيد الطريق لنهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعاق حق الفلسطينيين في تقرير المصير في خرق واضح للقانون الدولي. لمزيد من الجولات الافتراضية هلا هذه الكسارة مسموع هلا؟ مسموع. هذه الكسارة تم استغلالها لدرجة إنه بطلت توفر كفاية من الموارد الطبيعية اللي هي استغلت من ناحية الاحتلال، ومشان تكمل الاستغلال تم ضم إضافة كمان تقريباً 98 دنم من هذه الكسارة اللي لا استغلال للمستقبل، اللي كمان يستمر السيطرة على الموارد الطبيعية لا الدعم المشروع الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي.
اللي بحزن ممكن أزود إشي إنه الفلسطينية بتطلعوا على الموارد اللي من حقهم يستفيدوا منها تستغل لبناء المشاريع البنى العمارات الإسرائيلية والمستوطنات، وفي نفس الوقت الفلسطينية لا يسمح لهم باستخدام مواردهم لتطور الأراضي اللي بحق لهم والتطور البنائي. هذه يعني مش بس بتأثر على فرصة الشعب الفلسطيني يقدر يتصرف في مواردهم، كمان بتأثر على الأجيال اللاحقة اللي هذول الموارد تستغل أم لا تتجدد. بهذا النهاية فلسطين بتصفي بس أراضي للاستهلاك، لا المشروع الاستعماري الإسرائيلي. وهنا بدي أنتهي، إن شاء الله كان واضح الحوار وجاهز لأي أسئلة، وشكرا لكم لحضوركم. يسلم. أستاذ وسام أحمد على هذه المداخلة القيمة. الآن ننتقل إلى أخ يوسف. نعم. لا يمكن الأخ وسام أحمد يصيفطنا هذاك الفيديو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باش يبقى عندنا في الأرشيف. لا يمكن. أكيد أكيد. ومتوفر هذا الفيديو بالعربي وبالفرنسي على صفحتنا الإلكترونية، بودي الرابط. شكراً. أعطى الموافقة. هو الواقع تاريخ الباهر للشركات المتعددة الجنسيات، حافل بالانتهاكات والأضرار البيئية، وهذا كله بعدم وجود نظام قانون دولي أو حتى داخلي كافي لمساءلة الشركات المتعددة الجنسيات. دونك الآن نمر إلى الأستاذ محمد مريبح، وهو رئيس قطاع أسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في تدخله حول تلوث بمدينة أسفي كان مدج وتداعياته ودور المجتمع المدني وتجربته في المحافظة ودعمه على تعزيز حق في البيئة السليمة، فليتفضل مشكورا. الصوت ما كان يسمعوش الصوت. ديزاكتيفي لو سون. قلت تحية نضالية وحقوقية لرفاق المتدخلين عزيز المسعودي، وسام أحمد، عبد الرحيم الخويط، يوسف ديدي، الرفيقة زهراء حسني، الميلو الكبير، والرفيق كذلك أمين القبابي. بالنسبة لي أنا هاد المداخلة اللي غادي تكون حول نموذج ديال التلوث بمدينة أسفي، أنا أعتبر نفسي بأنني أنا لست خبيراً، ولكن أنا مناضل في صلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومناهض للتلوث سواء محلياً ولا وطنياً ولا دولياً. إذن ولكن حاولت البحث عن هذه المعلومات عبر بعض المقالات المسربة من المجتمع المدني، لأننا لا نملك المعطيات بشكل رسمي، لأن هناك تعتيم من طرف جهات مسؤولة. كل ما أحاول تقديمه هو ثمار مجهود الفرع المحلي للجمعية منذ التأسيس ديالها في 1991، لأن الفرع كان من المبادرين في جميع أشكال النضال ضد تلوث البيئة بالمدينة وضد الاحتباس الحراري محلياً وجهوياً ودولياً. الفرع من مؤسسي شبكة الدفاع عن البيئة وضد مشروع المحطة الحرارية سنة 2014. الفرع كذلك قام بالمواكبة الميدانية لقمة المناخ التي كانت بمراكش في 2016، كما كان الفرع يقوم بعدة زيارات ميدانية للمناطق للدواوير المجاورة، سواء للمركب الكيماوي، غادي نتكلم على المركب الكيماوي لو سي بي،
والدواوير كذلك المجاوره للمحطه الحراريه، وهما بالمناسبه راه قراب، ما كاينش انا يعني ما كاينش شي بعد بيناتهم، يعني الجنوب ديال اسفي كما داك يعني ما شفعش ليهم ان واحد المركب كبير ديال الفوسفات اللي تحط تما في 1972 وجاب وحده هذه المحطه الحراريه ديال الشاربون ديال الفحم. وانا مني تبعت هذيك المداخله ديال الدكتور عبد الرحيم الخويط، يعني كنشوف هو كيفاش كيهضر كمتخصص، ولكن انا كنشوف كنعيش عشت هاد المشاكل ديال الفحم والمشاكل كذلك ديال الغازات السامه اللي كينفتها هذاك لوسيبي. الفرح كذلك قلت انه كان ينخرط او منخرط في واحد المبادره محليه اللي كان فيها واحد النشطاء وفيها اساتذه جامعيين واللي كانت كتهتم بهادشي ديال البيئه ونظمت انشطه وموازيه وكانت كدير واحد التحسيس بخطوره الوضع البيئي محليا ووطنيا، ودارت ندوات ودرنا قصاصات وكراريس ودرنا واحد تعبئه تحسيسيه بالخطوره ديال الوضع ديال المحطه الحراريه ولا ديال معمل الكيماويات باسف. التلوث بصفه عامه باسفي، انا دابا غادي نهضر على المحطه الحراريه اللي هي دارت دابا بدات خدامه دابا الله عامين بدات خدامه، ولكن راه دوك التاثيرات اللي غادي دير هذه المحطه الحراريه ديجا كاينين في المدينه وعشناها مع لو سي بي مع داك المركب ديال الكيماويات. كاين ثاني ماشي كاين المركب ديال الكيماويات، كاين معامل ديال الغابس، كاين واحد المعمل ديال الاسمنت، كاين المطرح ديال النفايات. بالمناسبه واحد المطرح ديال النفايات حولوا كان قريب شويه للمدينه، فين غيدو تا هو غيقربوا وحده لو سي بي وحده هذه المحطه الحراريه. شو هاد الدواوير المسكينه اللي هي كاينه في ديك المنطقه الجنوب ديال اسفي، ها المحطه، ها لو سي بي، ها واحد المطرح جديد اللي دات هو ديال الازبال. وبالمناسبه مثلا في البدايه الاولى ديال نزع الملكيه بالنسبه لبعض الدواوير، انا نعطي مثال مثلا ديال دوار البورات ودوار الحاج عبد الرحمن وليتام، هادو شي عائلات اللي ملي بدا كتنزع لهم الاراضي شدوا مثلا داك المبلغ وقالوا غنشرو شي اراضي اخرى، ما بغوش يمشوا للمدينه، قالوا غنشرو شي اراضي بعدو بشي 5 كيلومتر على 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 لو سي بي. ملي غيشرو غيمشوا تما وغادي يسكنوا غيشرو بعض القطع ارضيه صغيره. السنه الماضيه كيجيبوا واحد المطرح تما ديال النفايات حداهم، بمعنى النحس غادي يتابعهم فيما مشاو، وهادو عائلات اللي حنايا كنعرفوهم. اذا قلت انا التلوث هو منذ 1972، لان كان هاد مثلا هاد المعمل ديال الكيماويات بعدا لامونياك وداك الكبريت كيجي للميناء ديال اسفي وكيهزو في القطار عبر السكه الحديديه، وداك القطار من المرسى من الميناء كيمشي للوسيبي يعني المعمل ديال الكيماويات، كيدوز من وسط المدينه هاد يعني محمل بالكبريت وبالامونيا سنين. هادشي هو كيدوز هذاك القطار، كيدوز من المدينه العتيقه وكيدوز من واحد الحي طراب السيني اللي هو معروف. وقلت زائد انه بعض الاحيان كيتم استقبال بعد النفايات الاوروبيه باش يتم الحرق ديالها. ونعطينا مثال ديال دوك العجلات المطاطيه اللي كانوا جاوا من ايطاليا وكانوا بغي يتم الحرق ديالهم في دوك المعمل ديال الاسمنت اللي كاين توا في اسفي، كاين في الشمال ديال اسفي هذا المعمل. ولكن بالحق تم التصدي لها بواحد الوقفه اللي هي كانت حاشده، ولكن غادي كنتفاجئوا حنا في هذيك الوقفه كنتفاجئوا بواحد جمعيه اخرى لا علاقه لها بهادشي ديال البيئه، واللي تم اغراق هذيك المكان ديال الوقفه، بحال مثلا جمعيه ديال المشجعين ديال كره القدم ولا جمعيه مثلا ديال المشجعي اولمبيك اسفي، جاو تا هما لهذيك الوقفه وكاد الوضع انه ينفجر لولا النباهه ديال والحرص ديال المناضلين. اذا قلت هضرت على المطرح، اذا هادو تقريبا هما يعني هذا هو الوضع البيئي دابا في اسفي. نقدر نخلص هادشي اللي قلت بانها هي مدينه تحتضر والساكنه تختنق. وانا قبيله فاش متبع مع سعد رحم الخويط راه كنتصور هذوك الناس
اللي كاينين بدوك الدواوير، هذوك الناس يعني دوك الوجود ديالهم والحيوانات ديالهم والبلاد ديالهم كنشوفوا، يعني الوجود ديالهم راه الوجود يعني تعبر عن البؤس وعن الشقاء، يعني يعني واحد الحاله يعني يرتالها. بالنسبه لهذه المحطه الحراريه قبل ما نبدا خصنا بعد انا شي ملاحظات، ولا سبقوني بعض الرفاق انهم دلوا بها، خصني ضروري واحد ملاحظه. هو قبل ما يتحط هذا المشروع هو ترفض بعدا في مدينه اكادير، ويقال بانه كان غيدير في اسبانيا وما داش، جابوا الاكادير ترفض في اكادير تقبل في اسفي. هذا ملاحظه. الملاحظه الثانيه هي الخداع والاضاليل للمسؤولين اللي وظفوا وسائل الاعلام الرسميه ووظفوا كذلك بعض المواقع اللي هي مموله، وبداو كينشروا ديك الاخبار ديال بان هذه المحطه الحراريه راه غادي غتعود بالبلاد بالخير وغدير واحد التنميه اجتماعيه واقتصاديه، وبان غادي غتخلق واحد اقتصاد قوي في المدينه وفي الدواوير وغيتم ربطهم بالطرق والضخ اموال في ديك الجماعه ديال اللي فيها هاد المحطه الحراريه، وبان غادي تمتص البطاله لان غادي تخدم الشباب والناس، وبان هذا الفحم اللي هذا راه فحم نظيف، راه سبقني هذا الفحم راه نظيف راه ماشي زبيدو، وكتحترم فيه المقاييس والمعايير ديال هادشي ديال البيئه. اذا انا بالنسبه لي هنا في هذه المدينه لا شيء تحقق في هذه المدينه، حتى شي حاجه من هذا. الوضع لا زال هو بل استفحل. نعطي امثله، مثلا اسفي ما عندوش مستشفى متعدد التخصصات، ما كاينش واحد المركز ديال الانكولوجيا، ما كاينش مثلا شي خط مباشر ديال السكه الحديديه ما بين مراكش كيربط مراكش واسفي وجديده مع اسفي، ما كاينش يعني التعميم ديال مثلا ديال الماء الشروب ديال بعض الدواوير اللي هي قريبه من المحطه الحراريه ومن هاد لوسيبي، يعني المسالك الطرقيه بل الانكى من ذلك هو ان هذيك الطرق اللي كانت هذيك الطرق راه تم التخريب ديالها وتم التهالك ديالها بواسطه هذوك الشاحنات ديال اللي كانوا كينقلوا الحجار وكينقلوا هادشي ديال الشارب. والاغرب من هادشي كامل هو انه مثلا اخر ملف حنايا، واحد الملف كان في 2019 ديال غير النقل المدرسي ديال الجماعه ديال هاد ديال حد ولاد سلمان، جماعه حد ولاد سلمان هي الجماعه اللي كتستوطن اللي تستوطنات فيها هاد المحطه الحراريه اللي كتعمل بالفحم. هادو التلاميذ ما لقاوش يعني حتى الترونسبور، كيمشوا في واحد يعني واحد الوسيله نقل اللي هي مهترئه، يعني والباب كيتسد بالقنب، وكيقدر على حساب بعض التلاميذ قالوا بدي حنا كنمشوا 64. رئيس الجماعه كتب للمدير مثلا ديال الشركه اللي مسؤوله على هذيك المحطه الحراريه، وغنجي باش نشرح شكون اللي مسؤولين على هادشي ديال المحطه الحراريه، على اساس انهم غير يعاونوا بواحد 60 مليون سنتيم ديال تعويض ديال النقل ديال التلامذ، ولكن ما توصلوا حتى شي دعم، رغم ان قبل ما تحط هذه المحطه في 2008 راه جلسوا مع هذا رئيس الجماعه ديال حد ولاد سلمان واتفقوا، قال لهم انه حنا راه غادي ننمو المنطقه وغادي نساعدكم وغندخو اموال، ولكن لا شيء تحقق. هادشي في 2019 كانت ازمه بعدا ديال النقل ديال التلامذ، يعني 60 مليون ما قدرتش مثلا هذه المحطه الحراريه اللي هي مشروع اللي هو ضخم واللي الكلفه ديالو راه 26 مليار ديال الدرهم. هاد 26 مليار ديال الدرهم مموله من طرف بعض الابناك اللي هي مغربيه وابناك اللي هي خارجيه، كاين البنك الياباني للتعاون الدولي، وهذا بالمناسبه هذا البنك الياباني للتعاون الدولي هو لقى واحد المعارضه من طرف بعض الجمعيات البيئيه في اليابان، ولكن في التتبع ديالنا بعض الالتواءات وبدا هذا دار هذاك الدعم ديالو، يعني ثم البنك الاسلامي للتنميه حتى هو دعم، والتجاري وفا بنك المغربي والبنك الشعبي. وهذه المحطه الحراريه كتحتضن واحد الشركه تاع
كتحمل اسم سافييك. هاد سافييك كتجمع ثلاثه الشركات اللي هي ملتي ناسيونال، ثلاثه الشركات، كل شركه شركه فرنسيه وشركه مغربيه وشركه يابانيه. الشركه الفرنسيه اللي كتسمى جي دي اف سويس ب 35%، وشركة ناغيفا المغربية والتابعة لمجموعة سينيا الهولد والتابعة كذلك للهولدين الملكي بنسبة 35%، ثم شركة ميتسوي اليابانية بنسبة 30%. والغريب في الأمر هو أنه هاد سافييك اللي كدير الإدارة ديال هاد ثلاثة الشركات الملتي ناسيونال غادي يتبرم واحد العقد ديال البيع، غتولي تبيع الكهرباء للدولة المغربية في شخص المكتب الوطني للكهرباء، واحد العقد ديال 30 سنه. اذا حنا غادي نشرو، حنا المحطه الحراريه هي في المغرب في بلادنا، ولكن حنا غادي نشريو هاد الكهرباء، غادي نشروها من عند هاد الشركات المتعدده الجنسيه. وكنعرفوا حنايا من 30 سنه من غنشرو حنايا هاد الكهرباء من عندهم، واللي هي شركه موديل، راه غيكون الضعف ديال الثمن، اذا غيكون غلاء ديال الكهرباء. وهادشي اللي كنعاينو احتجاجات اللي هي هادشي ديال الاحتجاجات ضد هادشي ديال الغلاء ديال الفواتير ديال الكهرباء. راه شلنا طنجه، شلنا الرباط، شلنا اسفي كذلك، راه في احتجاج ديال الغلاء، وحاليا كدور واحد العريضه حول هادشي ديال الغلاء ديال الكهرباء والماء. هذه المحطه كيقولوا غادي تنتج واحد 1320 ميجا وات، واش تستورد حوالي 9 مليون طن من الفحم. 9 مليون طن من الفحم، يعني راه كيقال السي عبد الرحيم خويط راه كثير هادشي. هذه المحطه الحراريه كيف قلت انا قبيله هي نشات في واحد البلاصه كيقولها سيدي دنيان، الجامعه ديال حد ولاد سلمان، بعيدة على اسفي 7 كيلومتر، واحد المنطقة ساحلية، وقرب هذاك المركب ديال الكيماويات، مركبات الكيماويات مارك فوسفور 1، مارك فوسفور 2، ومارك فوسفور 3. إذن هذه غادي تنتج أكثر من مليار كيلووات. هذه المحطة الحرارية التي تشتغل بالفحم غادي تنتج أكثر من مليار كيلووات من الكهرباء في السنة، المقابل هو خسائر في حق البيئة. بالنسبه للتداعيات ديال هاد المحطه، كيف واحد المساله انا ما غنعاودش شي حوايج اللي قال عبد الرحيم، ولكن انا غادي نطرق في البحر مثلا اللي غيتمس. مثلا هو التبريد ديال دوك الالات، كاين شي الات اللي كيتبردوا، كتدخل ما كيدخل الماء باش يبرد دوك الالات اللي كيحرقوا داك اللي كيحرقوا الفحم. هذوك الالات كيعاودوا يرجعوا الماء البحر، ملي كيرجعوا الماء للبحر يعني كيستغل مثلا هذا المشروع غيستغل 400000 متر مكعب من البحر ديالو. اذا غيعاود يطرح هذوك المياه، غيعاود يردها مياه اللي هي سخونه واللي هي محمله باشعاعات حراريه ملوثه، وغتشكل حجاب فوق سطح البحر. يعني غدير واحد لاكوش، هذيك لاكوش اللي غادي تحجب الاشعه ديال السماء، تخلي الشمس تدخل الاعماق ديال البحر، وغادي يخلق لنا واحد البيئه لا هوائيه اللي غتكثر فيها غير الميكروبات، وغادي يتم ترحيل اعاده ترحيل الثروه السمكيه. راه ترحلت شحال هذا، راه من يبدا هذاك الشيء ديال الكيماويات، ولكن دابا هذا سيزيد الطين بله. هاد المحطه الحراريه بالنا راه ما غيبقاش لا سمك لا طحالب، لا يعني ما غتبقاش واحد الحياه في البحر. الخطوره هو مثلا دوك فواكه البحر، لان حتى هما كيمتصوا واحد السموم، وكيكون حتى هو خطير على الانسان. ورا مره المسؤولين ولا السلطه هنا كيجيو كيقول لك ودي راه ما تاكلوش دوك فواكه البحر، خاصه واحد النوع سميتو البوزروك، كنقولوا حنا بوزروك، هذاك راه مره كيقول لك ودي بان لك تكون فيه شي سموم. اذا التداعيات هذا حنا كنعرفوا بان اسفي راه كان كيتسمى العاصمه العالميه ديال تصدير السمك السردي، راه كان كينتج واحد 150 الف طن اللي كان كينتج في السنه في بدايه السبعينات.
دابا راه ما كاينش، كاينه اقل من 50,000 طن حاليا، وهذا راه كانت عليه توا، هذا دار انعكاسات اقتصاديه واجتماعيه كبيره، وخاصه على مستوى اغلاق وحده تصوير السمك. هذا واحد السمك حنا كنقول لهم في اسفل فاضي، كان واحد الشريط كبير ديال هذه الوحدات ديال السمك، فيه تقريبا واحد 130 وحده، 130 وحده ديال تصوير، 130 فابريكا. اليوم عدد الفابريكات وعدد الوحدات ديال التصوير لا يتعدى 6 أو 7 وحده اللي كاينه دابا، يعني 6 الفابريكات اللي بقاو دابا في داك الشريط الطويل اللي كاين تما ديال هذوك الفابريكات ديال التصوير ديال السمك. وهذا الشيء غيترتب عليه هو تسريح ديال الاف ديال اليد العامله. وكنعرفوا حنا اليد العامله اللي كانت كتعمل تما هي كلها فئات اللي هي هشه واللي هي هاجر تقريبا من هاد المناطق، نيت هذوك الهوامش اللي كاينه تما بالقرب من هذوك الكيماويات وبالقرب من هاد المحطه الحراريه. بالنسبه للفحم، على حساب انا بعد المعطيات اللي عندي هنا، هو غتبدا المحطه الحراريه غتبدا بواحد 3 مليون، غتبدا كتشتغل ب 3.5 مليون طن سنويا. المرحله الاولى، المرحله الثانيه غيطلع العدد الى 7 مليون طن سنويا، والمرحله الثالثه غتولي 14 مليون طن من الفحم. ورغم ان الفحم اصبح ماده محظوره في دول الاتحاد الاوروبي كيف قال اللي سبقني، لعلاش انك كيتفرض عليهم واحد الرسوم ضريبيه على دوك انبعاثات دوك الغازات الدافئه وانبعاثات ديال الكربونات. واسبانيا مثلا راه في افق 2025 غادي تغلق المحطات ديالها اللي كتستعمل هادشي ديال الفحم الحجري. وبالمناسبه اسبانيا هي اللي كانت كتعطينا حنايا، كانت كتعطينا واحد 17% ديال الكهرباء. دابا حنا اللي حنا ماشي حنا، ولكن هذوك الشركات المتعدد الجنسيات من بلادنا غادي حنا غنولوا نعطوا لاسبانيا واحد ما عرفش شحال، المهم حتى هي غتولي كتستافد من هذيك من هاد الكهرباء. بعد احتراق الفحم الحجري ملي كيتحرق في المحطه الحراريه كيرتفع في هذا الشيء، راه سبق تقال كيؤدي لهاد الشيء الانبعاثات ديال اكسيد الكربون وهذا الشيء، وكيدير واحد ملي كتطلع للسماء في الجو كيدير واحد الامطار حمضيه وكتنزل على 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 ديك الارض، داك الصول اللي كاينه ديك المنطقه كتقتل كاع جميع دوك النباتات، وكيكون تاثير على الحيوانات وعلى داك وعلى المواشي وعلى كذلك حتى الانسان. لان مثلا وهادشي عايننا حنا شنا مثلا حيوانات بحال الدواب كيتنفخ ليه راسه، ملي كيتنفخ ليه الراس ديالو كيتنفخ، يعني كيتسمى واحد النفخ، كيقول لك هذاك راه صافي شهر ولا شهرين غادي يموت الدواب. بالنسبه للمواشي بحال مثلا البقر ولا البقر ولا تيران ولا شي حاجه كيتنفخوا ليهم رجليهم. كيقول لك ليا واحد الراجل تما قال لي انا ودي كيورموا ليهم رجليهم. وبالنسبه للحمير حاشاك كيقال هو بحال كي بهذا الاسلوب، حاشاكم الحمير عندنا كيتنفخ ليه راسه. و هذا الشيء كي قلت انا راه يعني شناه وعايشناه، يعني فتصاب الحيوانات بانحلال خلوي وانحطاط في النوع الحيواني وظهور تشوهات خلقيه ناتجه عن تناول اعشاب مشبعه بمواد سامه. الانسان كذلك راه لم يسلم كذلك من خطر غاز ثاني اكسيد الكربون. كيف انا ما غنفصلش في هذا الشيء، راه كيختلط بالدم وكينقص واحد النسبه ديال الاكسجين وكيولي واحد العضله ديال القلب كتجهد كيولي عنده واحد الجهد واحد هذا، والامراض التنفسيه وتصلب الشرايين والسعال المزمن، هذه امراض الحساسيه. هادو نساء مراه كتقول لنا في واحد الوقفه طلعنا تما كتقول لنا داروا وقفه، هادو النساء الفقيرات اللي قلت لكم انا لشتو الوجه ديالهم زعما يعني ما يعني الفقر المدقع وزادهم هاد لو سي بي وزادتهم هاد المحطه الحراريه. كتقول لك بحال كبهاد الاسلوب رويبيز، انا خرج لي الطبيب رويبيز، يعني ديك الفونتيول كيقول لك انا
رويبيز وانا ما عندي باش نمشي رويبيز، راه مشيت عند الطبيب 5000 ريال انا ما عنديش 250 درهم من غنجيبها. وبلا كيقول لك واحد الخطرات انا قال لي غتمشي لمراكش، انا فين غنمشي لمراكش؟ بالمناسبه حنا كي قلت انا مني ما عندناش حنا المناسبات شي ديال السبيطار، راه الاغلبيه ديال التخصصات ما كايناش في اسفي، راه الناس يعني حنا عندنا اكبر مشروع ديال المحطه الحراريه واكبر وزين واقيله في افريكا شي ديال الكيماويه، وعندنا سبيطار صغير وحنا كنعتمدوا على 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 مراكش. يعني كنمشوا باقي كنمشوا لمراكش لكن شي تخصصات بحال شي ديال امراض السرطان وهادشي ديال الامراض اللي هي ما غتلقاهاش في ما كاينش التخصص ديالها، راه كتمشي لمراكش. مؤخرا كان عندنا حنا واحد الملف ديال واحد السجين اللي هو كان ربما عنده ورم سرطاني في هو مسجون في هنا في السجن ديال اسفي، وعنده ورم سرطاني في في في, في الراس ديالو، خاصو يدير واحد ملي مشى للسبيطار داروا ليه التشخيص، قال لي الطبيب خاصو يدير واحد لي غيم، جلس 15 يوم تما هو محطوط خاصو باش يدير لي غيم، ما كاينش في المستشفى، خاصو يخرج يديروا في البريفي، الو في البريفي ما خاصو الفلوس ما عنده، لان الاداره السجنيه هي كتعامل غير مع العام، دونك خاصو يمشي لمراكش. جلس 15 يوم لولا تدخل الجمعيه المغرب لحقوق الانسان ما كانش غادي يمشي باش يدير هذاك لي غيم وهذاك هذاك التشخيص. يعني هادو مشاكل اللي حنا عايشناها اللي كنعيشوها حنايا في هذاك الاقليم. إذن كيف قلت انه هذه المحطه الحراريه ما شفعاتش المسؤولين ويقولوا دي بانه راه واحد المركب كيماوي اللي ينفث السموم ديالو على المدينه وعلى الدواوير المجاوره، وماشي غير ينفث ولكن كانت واحد التسربات اللي هي خطيره، تسربات اللي كان سيرتو اكثر واحد اليوم الخميس الاسود، ليله الخميس الاسود وصبيحه الجمعه في 2011 في 4 أغسطس 2011، واحد المئات ديال الناس اللي اغمي عليهم ومشاو للسبيطار. ملي مشاو للسبيطار حنا هادشي راه عايناه، ما لقاوش الاكسجين، ما لقاوش يعني الطاقه الاستيعابيه ديال ذوك البلاصه، ما كاينش اللي داك سميتو. وكاين مساله اخرى، هو الناس مغمي عليهم وكيقول لهم خصكم تخلصوا واحد 40 درهم ديك 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 التسعيره ديال باش الولوج، يعني لولا تدخل الجمعيه كانوا يعني ما عرفتش انا هاد الناس كيفاش كيتعاملوا كيشوفوا يعني ها هما لو سي بي كيقتلهم وكيجوا للسبيطار كيلقاو ثاني معاناه اخرى. كانت اخرى تسربات هي خطيره، ملي كتكون شي تسربات اللي هي راه هو راه يوميا كتكون الرائحه ديال لو سي بي بعدا كتوصل للمدينه تقريبا يوص اكثر يمني كيكون داك واحد الريح كنقولوا له حنا الغربي، ولكن مني بعض الاحيان كتكون شي تسربات اللي هي قويه واللي كتؤدي الاغماءات. هي اللي عندي التواريخ ديالها في 2011 كي قلت كان واحد التسرب، كانت في 2014 10 شهور تنبه فرغه كان واحد التسربات اخرى. هذه دائما هاد التسربات كنقول هذه يمشيو فيها الناس كيمشيو كيغمى عليهم وكيمشيو للسبيطار. 6 شهور تنبه 2016 11 اكتوبر 2019 22 اكتوبر 2018 هادو تواريخ اللي غير حنايا مره ربما كاينه شي حاجه اللي هي قديمه اللي ما ربما ما عارفينش حنا. هناك واحد الدراسه سويسريه، كان واحد الصحفي كان جا هنا من سويسرا وكنا جلسنا معاه وعطانا شي معطيات كيقول لك اودي بان راه بان الساكنه ديال اسفي الساكنه حنا راه كتستنشق من غاز الكبريت 10 المرات ما تستنشقه ساكنه باريس، وان نسبه الوفيات عندكم انتم بالوسط القروي هي جد مرتفعه بارابور الصعيد الوطني. فمثلا الا كان في الصعيد الوطني كتموت 69 في الالف، ففي المجال القروي هنا في اسفي راه كتموت عندكم 99 في الالف. بالنسبه للرضاع الا كانت حتى هي جد مرتفعه كيقول لك الا عندكم 75.5 في الالف وطنيا، المقابل ديالها حنا عندنا في الاقليم يعني في البوادي 88.8 في الالف. وحتى مثلا في بعض الاحيان في بعض المعاينات بعض المرضى اللي كيمشوا لمراكش ولا كنا حنا نصاحبهم مثلا بحال بعض المناضلين اللي هما كانوا تصابوا بهادشي ديال المرض ديال السرطان وكنا كنمشوا معاهم بعض الرفاق اللي كانوا معنا في الجمعيه، كنتلاقوا مع بعض الاطباء كيقول لك ودي راه واحد النسبه كبيره كتجينا من اسفي
ديال هادشي ديال السرطان وديالشي ديال الرمل مقارنة مثلا مع قلعة الصراغنة ولا مع ورزازات ولا رئيس فيران، يعني محطم رقم قياسي. وبالمناسبة احنا كنمشو مرارا كندقوا دوك الأبواب مثلا ديال المدير ديال المستشفى والمندوب، كنقولوا له يا ودي راه عطونا معطيات، عطونا معطيات حول شنو هما الاستقبال الأمراض اللي كاينة عندكم وداك الشيء، ما عمرهم ما عطونا. هذه آخر مراسلة، هاي فينا هي صيفطناها للمدير الإقليمي ديال المستشفى محمد الخامس، كنطلبوا باش يعطينا لنا فاش انا تخبرت بانني غادي نشارك في هذه الندوه، قلت انا خصني شي معطيات نجيبها. ما هذه دات في 12 جانفي 2021، ها هو الطابع ديالو، ولكن راه لا جواب لا استقبال. كما أن خطر الفحم لا يتوقف عند احتراقي، بل إن عملية نقلي من مكان لآخر. هادشي راه هضر فيه الدكتور عبد الرحيم خويط، ولكن أنا غادي ندخل يعني الواقع هو أنه خلال واحد 15 شهر بدات المحطة الحرارية خدامة، ولكن الميناء المعدني تعطل باش تجي بعدا ديك البواخر باش تجي الميناء المعدني. اللي كانوا كيجوا الشاحنات من جرف صفر، كيجي الفحم لجرف صفر وكيديروا الشاحنات كيعمرون تما بالشاركون باش يجوا للمحطة. وكاين اتفاق على واحد المسار خصهم، هو اللي خصهم داك سميتو، ما خصهمش يدوزوا من وسط المدينة، ما خصهم يدوزوا يعني واحد المسار جرف صفر الطريق الرئيسية، ثلاث بوقدرة قطة زكا المحطة الحرارية، هذا هو الطريق. ولكن المهم هذا الشيء كيتفضح، شنو اللي بعدا واحد الخطوره هو انقلاب الشاحنات، اكثر من 6 شاحنات اللي انقلبات، وماشي انقلبات، كاينين اللي كتنقلب مثلا نقولوا احتارمت هذاك الطريق، هذاك المسار كتحتارمو، ولكن انقلبات في واحد الارض زراعيه. كاينين اللي انقلبات وحده، انقلبات وسط المدينه في شارع حسن الثاني، في الوسط ديال شارع حسن الثاني معروف في المدينه. هاد الشاحنه نهار 18/6/2019 وصل المدينه في شارع حسن الثاني، غادي هادشي راه شفنا حنا بالاعيون ديالنا وعايننا كذلك طرق الطريق اللي كان كيمر منها كانت سوداء بالفحم، كان كيكون الفحم هنا ولا هنا في الجانب الايمن ولا في الجانب الايسر. انقلبت ثاني واحد الشاحنه اخرى، انقلبت ما بين اسفي طريق اسفي الوليديه، داك هذاك المسار غير مرسوم. انقلبت ثاني واحد الشاحنه اخرى في 2/2/2019 ما بين اسفي وثلاث بوقدره، جامعه 31/2/2019 انقلبت شاحنه اخرى في جامعه خط زاكان هنا قريبه للمحطه الحراريه. اذا يعني الخطوره حتى في انقلاب، ما كيحتارموش حتى داك المسار اللي ترسم ليهم داك الاتفاق، وما كيحتارموش كذلك ما كيحتارموش يعني داك المسار، ما كيحتارموش يعني حتى داك الطوناج ربما، لان هادشي ديال انقلاب ديال الحافلات راه ديال الشاحنات ديال المحمله بالشاربون، يعني غيكون الحموله اكثر من داكشي اللي خصو يكون. والفرع حنا كنا كنمشيو بعض الاحيان كنمشيو نطلعوا، كيكون لنا كانوا احتجاجات، كانت كتكون شي احتجاجات ديال الشباب تمايا ديال المناطق ولا ديال السكان كيحتجوا، وماشي كيحتجوا على التلوث شي حاجه، كاين كتختلف، كاين واحد الفئه مثلا بحال النساء والناس الكبار كيحتجوا على بغاو تعويض وكيحتجوا شويه على التلوث، ولكن الشباب كيحتج غير لك باغي يخدم، باغي الشغل. اش كنا كنشوفوا الاكتضاد الكبير ديال الشاحنات، راه قالها راه اكثر من 300 ولا 400 شاحنه اللي شاده النوبه باش تدخل المحطه الحراريه، 300 حتى 400 شاحنه، وهذا كيدير واحد يعني مواقف دي باركين عشوائيه، شنا دي باركين عشوائيه فوق اراضي فلاحيه بالقرب من المحطه الحراريه.
لان داكشي كثير ديال الشاحنه، وداكشي كي قالوا لنا بعض السكان كان كيرهبوا من هادشي ديال الشاحنات، على الكلاكسون كيتخلعوا منه، كلاكسونات كثار كلاكسون. التلامذ ما يقدرش يمشي للمدرسه الا ما داش بوال، انا كيخاف عليه، لان كانت اموات، كانت حوادث. السكان من يحتجوا، كيحتجوا مثلا على هاد المواقف اللي دارت عشوائيه، وجاو قال لنا واحد السيد واحد المتضرر، قال لك انا من يحتجيت تكلقى براسي انهم عندي دعوه قضائيه في المحكمه، داعيه هذيك الاداره ديال صافي حقاش حتى يعني هنا كيمارسوا ديك الضغوطات ديالهم. الشباب كيقول لك يجونا الجندارم كيتكرفصوا علينا وكيجروا علينا من هنايا، ولكن كانت مواجهات، لان انا غنجي للنضالات اللي دارت. الخطر الاخر هو اللي قال داك، هو ديال التمر، ديال الدفن ديال هاد الرماد. ملي كنشدوا الرماد فين غيتم الدفن ديالو؟ غيتدفن في الشمال ديال اسفي، في واحد المنطقه كتسمى اير، جماعه ديال اير. في واحد اتصال مع رئيس الجماعه قال ديال هذا، قال لك انت حنا راه واعدونا وقلنا راه غادي ننمو لكم المنطقه وهذا، ولكن ما عمرنا ما الى درجه انه قال لك اودي حنا راه جاو بناو تمايا وصاوبوا هذاك المطرح ديال الرماد بدون ما خلصوا حتى دوك الرسوم ديال 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 البناء، الرسوم ديال البناء ما تخلصاتش الجماعه. وهاد الجماعه كذلك عندي مثال اخر ديال بعض واحد المواطن جا مؤخرا كيطلب من الجمعيه، علاش حتى هو مشكل ديال النقل المدرسي 40 درهم دايرين لهم التلميذ 40 درهم، دابا تزادتو ب 20 درهم غتولي 60 درهم، وقال لك حنايا راها كثير علينا. في الوقت اللي كانت هاد رئيس الجامعه راه فات منه تعطات وعود بانه راه غادي يعاونوا هذيك الجامعه ديال الايير، خلونا نحفروا هذاك في غنطمروا ولا في غندفنوا هذوك الرماد وحنا راه غادي نعاون، ولكن حتى شي حاجه ما كاينه. بالنسبه للنضالات ديال هاد المدينه ديال اسفين، هو منذ عقود والساكنه نضالات تقدروا نسموها نضالات، كانت نضالات اللي هي منظمه من طرف المجتمع المدني كالجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ولا الاطارات الحقوقيه النقابيه والسياسيه والجمعويه. وكاينه نضالات اللي هي عفويه ديال السكان والشباب اللي تم ديول المناطق، اللي ديول هذيك المنطقه، ديول هذوك الدواوير. وهنا كيحضرني واحد الدوار سميتو دوار ايت ميلود ولا مات الحاج ميلود. هاد الدوار هذا راه جا وسط المحطه الحراريه ولو سي بي هذا. وهذا الا مشيتي لهاد الدوار بعدا ما عندوش المسلك، ما عندوش تطريق، ما كاينه. وحده مشروع قد كبير ديال المحطه الحراريه، وحده مشروع كبير ديال لو سي بي، ولكن ما حتى المسلك ديال هذاك ما كاين. وتا كي قلت انا قبيله داك النموذج غير ديال التلامذ ديال الاطفال ديالهم باش يمشوا للمدرسه من تما، كنهضر على الاعدادي والثانوي بسبب كزوله، تقريبا واحد 15 ولا 20 كيلومتر في حدود هذا، اللي ما عندهمش كذلك حتى هما وسائل ديال النقل المدرسي. اذا قلت هاد النضالات كانت لي نضالات منظمه ونضالات اللي هي عفويه ديال السكان، وكانت نضالات اللي هي قديمه. انا كنتذكر واحد في 1996 كانت زياره ديال شي ناس اللي نقدر نقول لك عندهم شي 70 سنه هذيك الساعه، راه دابا غتكون واحد 75 سنه غيكونوا ماتوا، كيعاودوا لنا هما فاش يلاه تحط له سي بي في داك منتصف السبعينات، ناضوا قالوا غادي مشاو للعماله، مشاو زعما باش يتشكاو على لو سي بي راه خنقهم وراه اثر لهم على المواشي ديالهم وعلى هذا. كيحكي لي واحد هذوك الناس، قال لك اودي شدونا ثلاث ايام في العماله في شي بيت ولا في شي بنيقه، خلوهم تما ثلاث ايام ولا مع اربع ايام وصافي وخرجوهم، ما دووا معاهم ما تكلموا. هذا كيعاود هذا الشيء راه في 1996. دابا حاليا كدير نضالات، وكنت سواء كتواجه مره بالقمع، مره بالحوار، مره بالالتواءات، ولكن حتى شي حاجه ما كتحقق.
اللي كان مثلا النضال اللي كان مهم تما هو ديال داك الشباب المعطل ديال دوك المناطق اللي داروا واحد النضالات اللي هي قويه اللي شلوا الحركه، حبسوا الشاحنات، حبسوا الباب ديال المحطه 3 ايام وفرضوا حوار على المدير ديال الاداره ديال 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 الصافي. وهما عندهم مطلب واحد غير يخدموا، باغين التشغيل. وقال لهم صافي غادي نشغلكم، ولكن هما رفضوا التشغيل. علاش؟ لان هو بغى يشغلهم في دوك الشركات ديال الوساطه، لان الشركه ديال الوساطه غير في ايام داك التاسيس ولا الانشاء ديال المحطه غادي يخدموا، وغادي غدوز شهور ولا 3 شهور وغتمشي ديك الشركه. وما طلبوا بعمل قار داخل، لان المشروع غادي من يبدا قدام خاصهم حنا نكون. كيقول لك علاش؟ هو فوق ارضنا وفي جماعتنا وحنا ما كنخدموا، ما عندنا والو. الى درجه ان واحد الشاب اخر قال لي كيحكي لي انا في بلد، قال لك انا راه كنت كنتقوت من البحر، كنت اقتات من البحر، كيدير القصبه كيصيد الحوت ولا داك ولا كيدير واحد الشومبرير كيدخل يجبد كنسمى داك الطحالب الربيعه وكيجبد داك الاخطبوط. قال لك كنترزق على الله وكنجيب زعما كنت كتصور. دابا قال لك راه البحر قاحل، قال لك كندخلوا ما كنلقاو والو، كنصيدوا ما كاين لا حتى لقينا شي حاجه كتكون سامه او لقينا شي حاجه وبغيتي التتبيعه اول ما كيشروهاش من عندك كيسولك يقول لك من صيد هاد الحوت ولا هاد. كتقول لي راه هاد المنطقه مشريه من عندك حتى شي واحد، بمعنى تداك يعني القوت اليومي تا هو اللي كانوا كيقتاتوا منه هو تضرب ليهم، ما خدموش، البحر مشى ليهم، الطرق اللي كانت قبل ما داك سميتو ولات مهترئه، يعني دوك الشاحنات الضخمه زادوا هلكوا هذيك الطريق، يعني اصبحت يمكن نقول لودي بان واحد الشبكه ديال الدفاع عن البيئه، تاسست واحد الشبكه ديال الدفاع عن البيئه وضد مشروع المحطه الحراريه في 2014، والفرع المحلي كان من المؤسسين ديالها، وكانت كتضم 30 اطار نقابي وجمعوي وسياسي. وهذه اللي دارت واحد دارت زعما نضالات اللي كانت في المستوى، ودارت واحد الحمله تعبويه، ويعني وزارت جميع الاحياء المهمشه بالمدينه ومشات للدواوير اللي هي قريبه تما باش تحسس بالخطوره ديال هذه المحطه الحراريه، لان خصنا نرفضوا المحطه الحراريه. ولكن مره كنا نتجابى ببعض دوك الاضاليل وداك الشيء اللي داخلين بهم، ديال حنا لا راه حنا بغينا نخدموا وراه غادي تعود على البلاد، راه مزيانه، راه غتكون واحد التنميه، غادي تكون واحد. اذا وكنظن انهم دابا هاد اللحظه هذه انهم وصلوا الحقيقه ديال هاد المحطه الحراريه اللي ما لبات حتى شي ما دارت لا بنيه تحتيه، ما دارت حتى شي حاجه، يعني رغم وخدتها هو التلوث الناس صافي كما كيقول واحد قال لك راه حنا عيينا احتجينا اجتمعنا ما داك سميتو، ولكن راه ما والو، راه مع من غضارب، قال لك راه معايا من غضارب، راه ما عيينا حنايا، قال لك شحال وقفنا وشحال هذا، راه ما قدينا حتى شي حاجه. اذا هاد الشبكه دات واحد الوقفه اللي هي كانت حاشده في واحد المكان اللي كنسمو. دير شي خلاصه سي مريبح، لانه ربما غادي نتجاوزوا داك التوقيت، ولكن نقدر نزيد شويه الا كان مختصر لي انا. يعني انا قلت النضالات اللي كانت راها كانت نضالات عفويه، وكانت نضالات هي منظمه من طرف مثلا هذه الشبكه ديال الدفاع عن البيئه وضد مشروع المحطه الحراريه، ويعني وشاركوا في هذه الوقفه، شاركوا فيها نشطاء ومناضلين من خارج الاقليم، وكتناسب مع ذاك اليوم العالمي للمناخ. كخلاصه القول ان الازمه البيئيه باقليم اسفي هي ازمه شامله وتطال كل النظم الإيكولوجية، المناخ، البحر، التنوع البيولوجي، وتمس كل عناصر الحياة، الهواء، الماء، المساحات الخضراء، الموارد الطبيعية الضرورية، وتهدد شروط الحياة بالإقليم. وتحية وشكرا. شكرا سي محمد المريبح على هذه المداخلة القيمة وفيها مجموعة ديال المعطيات. أنا عندي واحد السؤال بسيط إلا قدرت تجاوبني عليه، وبالنسبة للطبيعة، باش هناك طبيعة مرض معين كتعرفوا مدينة أسفي؟ ما فهمت السؤال كيفاش؟ هل هناك مرض معين تمتاز أو تسمو بمدينة أسفي؟
ما عندناش معطيات، ما عندناش معطيات، ولكن مثلا نقدر نقول لك هادشي ديال الحساسيه قربوا كاين كثير في المدينه، والدليل شنو هو داكشي اللي كنعاينو. مثلا بعض المصحات ولا بعض اللي هي فيها التخصص ديال الربو ديال الحساسيه كيكون فيها اكتضاض، يعني كاين بعض الاطباء هنا اللي ما كيحكوش روسهم ديال هادشي ديال الربو، ما كيساليش اطباء مثلا، هذا راه خارج الاقليم، راه دور هادشي ديال القلب وديال الشرايين حتى هو كاين خصاص، فيما تقدر تشد تمشي لطبيب خاص وتشد رونديفو خصك شهر ولا شهرين اللي تلقى الرونديفو، بمعنى كاين واحد احنا ما عندناش شي حاجه اللي هي. شكرا سي محمد مريح. بون فيما يخص الاسئله ما كاينش هناك اسئله، ولكن اللي بغى يدير شي اضافه. كاين شي اسئله يوسف؟ لا قال لي ما كاين والو. شوف هي انا راه سجلت ولكن صافي لا قال لك. انا عندي واحد الاضافه. كتسمعوني؟ عندي واحد الاضافه للشيء اللي قال سي محمد مريبح. واحد الاضافه مهمه عندها علاقه بعمليه ديال واحد النوع ديال الضريبه اللي هي الضريبه المهنيه، التاكس بروفيسيونيل، اللي كانت قبل كتسمى لا باتونف. هذه الضريبه طريقه ديال الاحتساب ديالها في ما عقلتش واش في 2000 ولا 2001 تم التسقيف ديالها، تسقيف البلافونمون ديالها. وهذا البلافونمون شو داروا؟ يعني الطريقه ديال الاحتساب، الحد اقصى حد ديال الاحتساب ديال تسمى القيمه الكرائيه هي 50 مليون ديال الدرهم. 50 مليون ديال الدرهم. شكون اللي غادي يستافد من هذه العمليه ديال التسقيف ديال البلافونمون؟ غادي يستافدوا من طبيعه الحال هذا النوع ديال المقاولات بحال الشكل ديال لو سي بي. يعني علاش؟ لان يعني هي اللي عندها بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون، هي اللي عندها واحد يعني واحد الاساس ديال الاحتساب ديال هذا ديال والمدخول ديال هاد لاباتونس. الان دابا كتسمى تاكس بروفيسيونيل، فين كيمشي؟ هو باش كيتمولوا الجماعات اللي هي كتكون محيطه بهذا المكان ديال الاستغلال ديال. اذا هنا من خلال التدخل ديال الدوله حرمات هذه الجماعات من واحد المدخول اللي هو مهم، اللي هو هام بزاف، يمكننا نديرو من بعد واحد العمليه ديال الاحتساب باش نقدروا بالضبط شحال ضاعوا هاد الجماعات. هاد المدخول اللي كان يمكن له بالفعل يتصرف فيما يخص النقل المدرسي ديال التلاميذ، فيما يخص مثلا واحد العدد ديال البنايات، واحد العدد ديال المشاريع اللي في صالح السكينه. شوف كيفاش يعني التدخل ديال الدوله كان صالح راس مال المحلي والدولي، كان صريح، وكان مشى في الاتجاه ديال حرمان، عملية حرمان يعني واحد العدد ديال السكينة من واحد الإمكانيات مالية اللي كان يمكن لها على الأقل تخفف الآثار ديال هذا. دونك هذا الإضافة كانت كيبان لي زعما مهمة، ولكن كذلك كنمشي معك في ذاك الاتجاه اللي قلتي بأن السكينة ملي كتعاني من حرمان الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الأساسية، لا كتكون يعني بحال غادي نقولوا بكل بساطة، غادي نقولوا كيفاش إنسان كيعاني يعني من أقصى درجة ديال الفقر، وفين غادي يبان له كيفاش غادي يمكن للمناضلين الجمعيات يخدموا باش يرفعوا المستوى ديال الوعي ديال السكينة في هذا المستوى هذا ديال الإشكالية البيئية. الوقت اللي هما كيتجاوبوا يعني كيتقاتلوا من اجل القوت اليومي. شكرا استاذ عبد العزيز مسعودي. دونك كان شي اضافه بالنسبه للاخوان؟ كاينه غير واحد الاضافه انا غادي نضيفها، هو انه راه هذه ما تطولش ما تطولش انا ما نطولش
راه غير بغيت نقولها ودي راه كانوا تقريبا واحد حواديت ديال الشغل اللي كانت فيها موتى، كانوا ربعه ماتوا في خطره واحده طاحوا، وهادو في الحقيقه تم التعزيه ديالهم من طرف الوالي، مشى عطاهم واحد 3 مليون للعائله، ولكن تم الاسكات ديالو وتعطاتوا بواحد الوعود ديال بانه لان واحد كانت عنده واحد طفله معوقه هذه عائله اللي عملت لينا، وقال لهم دير صافي راه نعطيكم واحد البقعه، ما قال لك يعني والاسر اخرى كلهم هاكم التعزيه من بعد راه غادي دابا راهم باقين في الدهاليز والمحاكم، بغاو غير التعويضات داكشي ديال حوالي الشغل باقين ما شدوهاش، وهذيك الوعود اللي تعطاتهم ديال من بقعه ارضيه ولا هذا راه ما كاين والو لحد هذه الساعه. المهم هادو ضحايا، راه ضحايا. شكرا سي محمد. دونك انا في الواقع هذا المشكل ديال التلوث هو مشكل يعني كبير جدا، وكاين نقصوا يعني اشكاليه ديال الوعي، لان الوعي كيلعب دور كبير في هذا المجال هذا. فلهذا حنا يعني كمنظمه ديال المجتمع المدني خصنا يكون عندنا واحد المطلب اساسي في هذا الاتجاه هذا، على اساس ان نضغط على الحكومات ديالنا باش يكون هناك منظمه بيئيه دوليه تضغط على الحكومات لتنفيذ السياسات البيئيه. لأن غادي نبقاو هنا، لأن القوانين البيئية كاين واحد ترسانة كبيرة جدا وحديثة في جميع المجالات، في التربة، في الماء، في الهواء، في البيوديفيرسيتي التنوع البيولوجي، ولكن ما كاينش التطبيق. المشكل ديال هذه البلاد هذه أنه ما كاينش احترام القانون وتطبيق القانون. دونك غادي نهيو هاد الندوة هادي، وشكري موصول إلى جميع المتدخلين وعلى الإضافات القيمة اللي قدموها. نشكروا الأستاذ عبد العزيز مسعودي، كنشكروا أيضا عبد الرحيم الخويط، وكنشكروا الأستاذ ويسام أحمد، وكنشكروا كذلك رئيس فرع أسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السي محمد أمريبا. شكرا. شكرا جميعا، ديروا بالكم على حالكم، مع السلامة.